السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي، أينما تواجدتم اسعدتم دوما، ونتمنى لكم حياة سعيدة مليئة بالهنا والسرور. مقدمة سريعة عن تربية طار الحسون، أحببت أن أقدم هذا الفيديو لكل زائر لهذه القناة لكي يعرف ما هي أهداف هذه القناة وطموحات هذه القناة. الكل يعلم بأن طار الحسون هو طائر بري يعيش في شكل مجموعات، وطوله لا يتجاوز 14 سنتي، أيضا وزنه لا يتجاوز 20 غرام تقريبا. وهذا الطائر الجميل كان يتواجد سابقا بين الأشجار وبين الأودية وبين الحقول، لكن لوجود الصيد الجائر لهذا الطائر أوشك على الانقراض. كثير من الأخوة الهواة والمربين والذين يطمحون لتربية هذا الطائر كان في السلاكات أو في الأقفاص، في هذه العجالة السريعة أقدم لكم بعض هذه النصائح. هذه القناة مختصة في تربية الحسون والكنار، كيفية التربية الصحيحة، كيفية مواجهة الأمراض وطرق العلاج السليم والحديث حتى لا نفقد هذا الطائر الجميل، أيضا عملية غيار الريش وما هي التغذية المناسبة لهذا الطائر من بذور وخضروات، وأيضا دعم المواد البيطرية التي تساعد للنهوض والتزاوج لهذا الطائر حتى تنتج في الموسم أفراخ بكثرة إن شاء الله لكل مربي. وكل إنسان من الأخوة الحابين والذين يرغبون بتربية هذا الطائر، التربية ليس معقدة وسهلة جدا وتشابه تربية الكنار، إلا أن هناك أسس معينة لكل أخ منكم أن يعتمد عليها حتى لا يفقد طيوره، ويكون متابع لها عن قرب بين الحين والآخر ماذا تحتاج هذه الطيور. هذه عجالة، أتمنى من كل أخ زائر لهذه القناة الاشتراك بتربية الحسون والكنار بطرق احترافية من إنتاج وعلاج الأمراض وغيار الريش وكثير من الأمور التي تختص وتعالج بعض المشاكل لهذا الطائر. هناك تربية سلاكات كما في سلاكتي هذه، وهناك من الأخوة من يرغب لعدم وجود مساحات كافية داخل منزله بتربية هذا الطائر داخل الأقفاص. أتمنى من الجميع الاشتراك بقناتنا حتى يصلكم كل جديد فيما يخص هذا الطائر من مشاكل وتربية صحيحة إن شاء الله. دمتم بحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.